النحل هو مخلوق سبحان الله فيه من الإعجاز ما لا يعلمه إلا الله، وفي العالم قد تصل أنواع النحل إلى 20,000 نوع تقريبا، وقد يصل عدد أفراد النحل في الخلية الواحدة إلى 60,000 نحلة تقريبا. وأهم شخصية نتحدث عنها في النحل هي الملكة، وهذه الملكة تبيض 250,000 بيضة على مدار عامين، وأي بمعدل 2,000 بيضة في اليوم. وكذلك بالنسبة لذكور النحل فالأقوى منها هو الذي يلقح الملكة لتبيض بشكل دائم. كذلك وجدوا أن أقرب جينات لجينات الإنسان هي جينات النحل، ووجدوا أن سعة مخ النحلة يصل إلى 5 سعة مخ الإنسان في تخزين المعلومات. وسبحان الله النحلة يمكنها أن تفرق بين 1,000 رائحة من روائح الزهور، تعرف 1,000 رائحة وتفرق فيما بينها. وكذلك هذه النحلة المخلوق البسيط لها طرق في التخاطب والكلام مع بعضها البعض، وهما طريقتان: الطريقة الأولى عن طريق الرقص، والطريقة الثانية عن طريق الفرمون، وهو ما يسمى بالرسائل الكيميائية بين النحل. ننتقل إلى إعجاز آخر، وهو بناء بيوت النحل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والمتابعين للنحل يقولون أن أفضل الأماكن التي يفضل النحل فيها بناء بيوته هي الجبال، ثم الأشجار، ثم ما يعرش الناس والأماكن التي يؤهلونها كبيوت للنحلة لتعيش فيها وتنتج العسل. وهذا فيه إعجاز في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنحل عندما يبني بيته أو عشه، كيف يبني هذا النحل هذا البيت؟ يبنيه بمقدار ميلان 13 درجة، وعيون أقراص العسل تبنى على بشكل سداسي. وجدوا أن الشكل السداسي يستوعب أكبر كمية من العسل، بخلاف الشكل المثلث أو الدائري أو غيره لا يستوعب هذه الكمية، ويمكن أن يسقط منها العسل. وبيوت النحل من أنظف البيوت وأنقاها وأطهرها، حتى أن النحلة إذا كان على جسمها قذر أو غيره لا تدخل ولا تخترق الصف الأول من الحراسة على الخلية، وإن نجحت لن تستطيع اختراق الصف الذي يليه فتطرد، وإن عادت بهذه الروائح القذرة ربما تقتل ولا تدخل إلى داخل هذه الخلية. فمن علمها هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى كيفية جمع العسل وجنيه وصنعه في الخلية. الله سبحانه وتعالى قال في الآية 67 من سورة النحل، قال: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. النحلة أو العاملات من الجانيات من النحل بشكل خاص هي التي تطير وتنتقل بين الزهور والأشجار لتجمع الرحيق وحبوب اللقاح، وهي تجمعها في تجاويف أو أكياس في سيقانها، فتجمعها وتطير بها إلى الخلية، ثم تسلمها للعاملات التي تقوم بابتلاعها وتصنيعها في معدتها بإضافة مواد وأنزيمات كيميائية إلى هذا الرحيق وحبوب اللقاح، فيصبح عسلا في جوفها. وللنحلة معدتان: معدة لتصنيع العسل خاصة، ومعدة أخرى
كجهاز هضمي لها وإخراج وغيره لإخراج الفضلات، فهو يصنع في بطنها أي العسل، ثم تقوم بإخراجه وتسليمه للعاسلات التي تضعه في عيون أقراص العسل في الخلية. والله هنا قال كلي ولم يقل اشربي، والمعروف أن العسل يشرب دائما، ولكن قال كلي لأن النحلة تأخذ جزءا من هذا العسل والرحيق وحبوب اللقاح تغذي جسمها عليه، أما الباقي فيخرج كعسل يوضع في هذه الخلايا. ننتقل إلى حواس الشم واللمس عند النحل في الخلية. كل نحلة لديها قرون استشعار وشعيرات عصبية دقيقة جدا، قد تتجاوز 30,000. تستخدمها النحلة كجهاز رادار في الخلية، وتستخدمها للشم واللمس في داخل الخلية، وللرؤية الليلية أيضا. ولكل نحلة عينان كبيرتان، تتألف كل واحدة من آلاف العينيات المرصوصة فيها. والنحلة أيضا تستطيع أن تحمل ثقل ضعف جسمها وتطير بسرعة 50 كيلو متراً